طالما الموضوع هو في خدمة التشغيل، حضرت باسم وزارة التكوين المهني والتشغيل، وإحنا نشجع أي اتجاه اللي يكون فيه تعبئة الموارد في القطاع الخاص، وأيضا في الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام بغاية خلق مواطن شغل وبغاية خلق دينامية لإحداث مواطن شغل جديدة وتشجيع الانتصاب للحساب الخاص في مشاريع جديدة. ندوات علمية مثل هذه إذا كان مش تخدم التشغيل وإذا كان مش يكون فما حلول بغاية توفير موارد خاصة للبنية التحتية، سواء البنية التحتية بشكل عام ولا بالخصوص البنية التحتية للتكنولوجيات الحديثة للاتصال وإلى المشاريع الفلاحية، كل الأولويات الموجودة اليوم على مستوى التنمية في الجهات وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية، إذا كان هذا المنتوج مش يخدمها إحنا نشجعوه، وإحنا نشجعوا كل اتجاه من شأنه أنه يوفر السيولة وأنه يكون في إطار القانون، قانون البنكي والمالية العمومية، وأنه يكون في خلق مواطن الشغل والقضاء على البطالة. السكوك يمكن أن تخدم التشغيل عبر تيسير تمويل الاستثمار بطرق جديدة يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد، وبطرق أيضا لها ميزات إضافية وهي أنها بعيدة عن التدين. فإحنا السكوك الإسلامية يمكن أن تخدم تمويل الاستثمارات، وبالتالي يمكن أن تشجع على الاستثمار، يمكن تمويل مشاريع كبرى بطريقة السكوك الإسلامية دون الوقوع في التدين، وهذا يمكن بدوره أن يحدث التنمية المرجوة. النظرة التي نرى بها المالية الإسلامية هي أنها مجموعة من المنتجات المالية الإضافية التي يمكن أن تنضاف إلى المنتجات التقليدية الموجودة، ووجودها في الأسواق يعطي للمتعاملين حرية الاختيار. فمن يرغب في التمويل أو في الادخار بالطرق التقليدية يجد المنتجات التي تلبي رغباته، ومن لا يقبل أن يدخر أو أن يستثمر بالمنتجات المالية التقليدية لا يجد نفسه مبعدا من الدورة الاقتصادية لغياب المنتوج الذي يقبل به. فعندما نوفر المنتجات المالية الإسلامية نحن نسمح لشريحة هامة من المجتمع من المتعاملين بأن يدخلوا في الدورة الاقتصادية مستثمرين ومدخرين، وأن لا يبقوا خارج الدورة الاقتصادية، وهذا هو المصلحة الاقتصاد ومصلحة الوطن. السكوك الإسلامية اليوم كما الناس كل تعرف هي الأداة الأكثر انتشارا على المستوى العالمي في الدول غير العربية الإسلامية قبل الدول العربية الإسلامية. هذه السكوك اليوم بشهادة الجميع أنها يمكن أن تساهم مساهمة فاعلة في تحقيق الأهداف، في رفع التحديات اللي قدامنا في تونس خاصة، وهو قضية التشغيل والتنمية الجهوية. السكوك هذه يمكن الاستفادة منها باعتبار أنها أداة لا تقدم نقود مقابل نقود، وإنما كل الأموال المكتتبة في هذه السكوك لابد أن تذهب إلى الاقتصاد الحقيقي. لما قلت تذهب إلى الاقتصاد الحقيقي يعني أنها تستثمر في مشاريع حقيقية، يعني أنها ستولد إذن هناك فرص للتشغيل. أما إحنا في تونس صدر القانون في سنة 2013، ولكن للأسف الشديد لم نرى لا سكوك سيادية على أرض الميدان، ولم نرى أيضا حتى سكوك الشركات الأخرى. السكوك السيادية كان هناك تعثر في إصدار هذه السكوك نتيجة عدة عوامل، هذه العوامل بعضها يعني مصطنع وبعضها الآخر عوامل لعدم الرغبة في الألوج إلى هذه الأداة بطريقة كاملة. هذه السكوك السيادية تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى إرادة سياسية من أجل أن ندخل هذه السكوك في الدورة الاقتصادية. كفانا أنه عدينا سنوات ونرى بأنه نضع في ميزانية الدولة مبالغ معينة لهذه السكوك، سنة بعد سنة تتعاقب هذه السكوك،
ولكن في الأخير في 2017 وجدنا أنفسنا بدون هذه الصكوك، لماذا؟ لا أعلم. إذن نحتاج إلى أن تأخذ هذه الصكوك الإسلامية موقعها في منظومة المالية الإسلامية في دفع عجلة التنمية في بلادنا. التمويل الإسلامي بدأ في العام 1973، يعني عمره 40 سنة، والصكوك بدأت بعد سنة 2000، يعني عمرها 16 سنة بس. فبهذه السنوات القليلة وصل التمويل الإسلامي إلى أكثر من 70 دولة، ووصلت الصكوك الإسلامية خلال أيضا 16 سنة إلى أكثر من 30 دولة. فهناك صكوك سيادية أصدرتها دول متعددة غير أكثرية إسلامية مثل الصين وسنغافورة واليابان وألمانيا وبريطانيا. فالصكوك بدأت تنتشر ولم تعد حدثا جديدا، هو بطبيعة الحال حدث متطوع. صحيح أن نشأتها حديثة، ولكنها بدأت تعرف بسرعة، وخاصة بعد الأزمة المالية 2008، لأن الصكوك والبنوك الإسلامية أثبتت أنها أقل تأثر. الدول الآن اللي نمت اخترعت أدوات استثمار وادخار ثورية. احنا مش ثوري، هذا يعني منظم معمول، مازلنا ما قفزناش، قعدنا مستنسين. قلت حسب مش نمشي البنكة نفتح بالنسبة للمدونية، وبعد قعد نقش مع البنكة يجي كيفاش يرد لكم الفلوس. بخل فكري وعدم تفكير وعدم فقه بحاجات المالية العصرية. التمويل الإسلامي هو في مركز مهم في التمويل العصري مدير، مش حكاية الحب الربا مش ربا، حكاية الربا على جهة. التمويل من نوعين، هو ثلاثة أنواع. فما الهيبة ذي كانت حبلها فما شرد، ثم الاستثمار الخارجي تجي معناش دين، هو مش مدينة الواحد يستثمر خواص، وعنا الدين اللي تاخده انت من مؤسسة عمومية سواء كانت عن طريق ثنائي أو جماعي. هذا كأنت مطالب برد أو باسترداد الأصل والفائدة.